بالحلقة الماضية حكينا عن مكرمة السيد الرئيس وقديش كان إعلامنا السوري هيك فرحان فيها ومبينة أنه هي الفرج اللي نازل من السماء، بس للأسف لا الأزمة انحلت ولا الأسعار رخصت. ليش يا ترى؟ أول الكلام يقودنا إلى حالة التناقضات التي عاشها المواطن السوري خلال الأيام الأخيرة بعد زيادة الرواتب التي ابتلعها، ومنذ لحظة الفرح الأولى حيتان المال والأعمال وتجار الأزمة والعتمة التي عانت البلد وأهلها منهم الكثير، وحان الوقت لوضع ضوابط رادعة لهم. وأخ عراسي يا فرحة ما تمي، السيد الرئيس طلع المكرومة من هون بس ما حسب حساب الحيتان. حيتان المال والأعمال هدول هني بلعوا المكرومة بلع، كان لازم السيد الرئيس يحسب هالحساب. بس الأستاذ نضال زغبور دائما السباق بكشف الأزمات التي تهدد المواطن، أكيد عنده إثبات يدين هالحيتان مفترسة. هلا اليوم أنا رحت اشتريت كعك من أحد المحلات المعروفة، قلت له تغير السعر، قال لي لا أستاذ الساتو 1500 ب 900، فقلت له أعطيني كذا اشتريت. والرقم بعد ما طلعت انه في مشكلة، طلع اللي قال لي 1500 دقوا على الهي 1700، يعني كمان بعد ما اخذت ورحت، يعني انا الغلط مني اني ما تأكدت اني من الرجعت، انه ليش لا تأكدت ولا طيب استحيت وقال لك السعر هيك، لا لا قال لي السعر شيء وبعني بشيء اخذت شيء. طيب هلا يعني هاي الازدواجية، هلا انا بيني وبينك يعني حسيت حالي اني انكميت. كموك بالكعك، كموك بالكعك يا استاذ نضال، كموك هالحيتان ب 200 ليرة بكيلو الكعك. انت كمان يا استاذ نضال يعني مو معقول ادمانك على الكعك لوين ودك، شمام كعك انت، صرت تصدق هيك بياع الكعك شو ما حكى؟ حسيت حالي اني انكميت. طيب اشتكي يا اخي اشتكي، بيكون خجلان استاذ نضال، خجلان تشتكي يعني. الشيء المنيح اللي لاحظناه بالفترة الأخيرة بالأسبوع الأخير بالأسبوع الأخير هو ثقافة الشكوى. ثقافة الشكوى، ثقافة الشكوى لازم تكون ثقافة الشكوى موجودة عند الجميع. هذه الثقافة غير موجودة عند المواطن العربي بشكل عام. صرنا عم نحكي بألف شكوى، بألف وأربعمية وخمسين شكوى على مستوى محافظة. من حق المواطن السوري أن يشتكي على ماركت. 119 موجود، أبواب المديرية مفتوحة. فلتكن شجاعاً وجريئاً واشتكي وطالب بحقك دون ذكر الاسم، تأخذ الشكوى وتعالج فوراً. كن جريئاً وطالب بحقك من الوزير المباشر. نعم. من معاون الوزير، الجميع يستجيبون. يا سيدي اعتبر حالك بسويسرا وروح اشتكي وطالب بحقك. من حقك، من حقك أن تشتكي أخي المواطن. روسية هي اللي سورية، اشتكي على حيتان البلد يا أخي. لا مو هدول، قصدي حيتان الكعك. رفعوا الأسعار، ارتفع حق الكعك، عمل لك أي حركة روح على المديرية اشتكي، إذا ما رضيوا طلع على الوزارة، ما استجابوا عاد للسيد الرئيس، ما حدا عارفان وين قاعد، ما حدا رد، عمل لك هيك مجموعة صغيرة على الفيسبوك واعترض، إذا ما سمعوا كلامك انزل وتظاهر. لا 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 طول بالك، عم نمزح شبك، وين تتظاهر ما تتظاهر، والله ما تدرأ. الرفيقة بروين لا تفصلك من الحزب. آه يا هالحيتان، يا هالحيتان، حيتان الكعك أنتو، سبب كل أزمة بالبلد. الكعك، حيتان الكعك. لك تجار الكعك مين غيرهم؟ عم يخوفوا المواطن من إنه يشتكي. المشكلة في عدم انتشار الثقافة، أولاً هي عدم الثقة. ما عندك ثقة إذا اشتكيت إنه يتخذ بشكوتك؟ أكيد ما عندي ثقة. فلتكن شجاعاً وجريئاً واشتكي وطالب بحقك. جربت مرة اشتكيت عن الشاي ما طلع الشيء، ما عادش جرب. ما أخذوا بشكوتك؟ ما أخذوا بشكوتك. علينا أن نطمئنهم أنهم لو اشتكوا سيحصلون على حقهم. طب لاحظتي هذا الغلا، ليش ما جربتي تدقي وتشتكي؟ لأنه اشتكينا قبل هالمرة وما استفدنا شيء. أي ظلم يتعرض له المواطن عليه أن يمتلك الجرأة والشجاعة. تم يسأل عن المواطن، تمنين المواطن، لم يسأل عن المواطن هلا. إيه بس مواطن. ما عم يأكل غير مواطن، ما عم يأكل غير مواطن على فكرة، ما عم يأكل غير مواطن. ليش عم يأكله؟ لأنه ما عم يشتكي. بيشتكي. لو اشتكى ما بيطلع منه. اسكوت اسكوت أخي المواطن، الحق عليك بكل شيء، الحق عليك. خلص جبنا لك عالمة نفسية لتحلل لك أزمة البلد بعد مكرمة السيد الرئيس وما استفدنا شيء. إذا ثقافة شكوى ما عندك، من وين بدها تنزل الأسعار؟ خلصنا بقى هيك تشتكي وتتزمر تقول في أزمة بالبلد. خلص هاي الحكومة عملت اللي عليها، والسيد الرئيس منح مكرمة، والتلفزيون السوري جاب الخبيرة النفسية، صلى الله بارك. دائم الشكوى، هذا الشخص تصدر منه جراء هذه الشكوى طاقة سلبية للمحيطين به وللمجتمع ولنفسه، فتؤثر سلبا على نفسه. لماذا؟ لأن كثرة الشكوى الخارجة من الفم تذهب إلى العقل،
يبرمجها العقل ويعيدها إلى القلب ويربطها يعقدها يجعلها راسخة في القلب فتجرح القلب وتؤدي إلى جعل الحياة سيئة وصعبة ومحبطة. يعني اللسان دائما يشكو، مو عاجبني الأسعار، مو عاجبني الحياة، مو عاجبني البلد، مو عاجبني المدرسة، مو عاجبني المناهج الدراسية، بدي اشتكي بدي اشتكي. فبصير كل شيء بيسوء أكثر يمكن. هنسة انت معنا اللي علينا، والله ضيعتينا. يعني بدك المواطن يشتكي ولا كسرة الشكوى تميت القلب؟ هذه الشكوى التي تخرج من الفم وتصل إلى العقل ويترجمها القلب فتزحط إلى المعدة فتنعقد فتعمل كل البلاوي اللي شايفينها كلها سبب أنت أخي المواطن. هلا أكيد صرت بدك تسألني بعد هذا المقطع إنه تشتكي ولا ما تشتكي. فلتكن شجاعاً وجريئاً. هجبتي آخرته الصراحة، لا أنا ولا طاقم الإعداد ولا السيد المخرج ولا كل اللي شايفينهم بهالستوديو واللي برا الاستوديو فهموا على السيدة النفسية تبع الفضائية السورية شو بدها. المهم من الآخر هيك الحق عليك أخي المواطن، حق عليك، واضحة مثل عين الشمس، ما تشتكي. الحكومة يا فهيم عند الحل لكل مشاكلك، أنت بس اعتمد على الحكومة. نحن الآن وأنا أتحدث معك لدينا 3 خطط لسوريا المستقبل. الخط الدراسي الأولى أو الرؤية الأولى وضعتها رئاسة الحكومة، والرؤية الثانية وضعتها القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي، والرؤية الثالثة وضعتها وزارة التنمية الإدارية، وأعلن السيد الوطن السيد الرئيس انطلاق مشروع الإصلاح الإداري. جميل. لذلك نحن متفائلون. 3 خطط عندنا، 3 خطط، لا واحدة ولا تنتين، 3. يا ويلاش قد في عندنا خطط. انت بالك الدولة عزانة تحل الأزمة؟ أبداً. هي بس محتارة تنقي أي خطة أزبط من 3، والخيارات صعبة، كل خطة أحسن من الثانية. بس أنت هيك عجول أخي المواطن، روق شوي، روق وطول بالك إلا ما يرسل خيار على شي خطة قبل ما تموت من الجوع. هلا صحيح بالنهاية رح ناخد خطة السيد الرئيس إنه لا كلمة تعلو فوق كلمته، بس مع هيك صبر لك شوي، ولا ديمقراطي نحن، رح نضل نجرب فيك خطط، والخطة اللي رح تنجح بنقول هاي خطة سيادته. نحن متفائلون جدا 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 جدا. نحن متفائلون جدا 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 في المستقبل وفي الرؤى الاقتصادية والسياسية التي وضعت. وأقول لك ليس لدينا خطوط حمراء إلا الوطن وقائد الوطن وعلم الوطن. عيدوا، الوطن وقائد الوطن وعلم الوطن وعلم الوطن وعلم الوطن. هذا بلد الأسدين، بلد حافظ الأسد بشار الأسد. عيدوا معي، الوطن وسيد الوطن وعلم الوطن. الوطن سيد الوطن وعلم الوطن. ما عم بسمع، سمعوني. الوطن سيد الوطن وعلم الوطن. والوطن هو شو؟ بلد الأسدين. هو شو؟ بلد الأسدين. بلد الأسدين، بلد الأسدين، يعني أنت أخي المواطن والوطن تبعك والعلم حقكم فرنك قدام سيد الوطن. هذا بلد الأسدين. وطول ما هالح ابن الح ماسك الوطن رح يضل المواطن عم يطلع من أزمة ويفوت بأزمة تانية. فلا تعذب حالك وتشتكي.